تاريخ تونس سنة قضائية جديدة دون حركة قضائية، وذلك ربما مخافة أن يتم تطبيق أحكام المحكمة الإدارية التي قضت ب يعني إيقاف قرارات يعني التجميد أو الطرد التي قام بها المرسوم 1 جوان، والذي قام يعني بطرد وإيقاف القضاة عن العمل. نذكر فقط أنه في مفوضية السامح قونسان سفير تونس لدى الأمم المتحدة منذ أيام قليلة كان استشهد بوجود القضاء مستقل، قال والدليل على ذلك ثم المحكمة الإدارية قضت ب يعني إبطال قرارات الإعفاء الصادرة بتاريخ 1 جوان، ولكن عمليا على الأرض حركة قضائية تتوقف لأول مرة في تاريخ القضاء التونسي فقط لعدم تفعيل أو بغاية عدم تفعيل القرارات الإدارية الصادرة لصالح تقريبا 48 قاضي شاملهم الإعفاء. دكتور شكري، مرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بك، مرحبا بالسادة المشاهدين. هي فعلا هذه السنة أو ما بعد 25 جويلية كانت سنة تقريبا أعجوبة، رأينا فيها كل شيء تقريبا، سواء على المستوى القانوني أو على المستوى السياسي بشكل عام، على المستوى الاقتصادي، على المستوى الدبلوماسي، على مستوى العلاقات الإقليمية والعلاقات الدولية لتونس. تقريبا هذه السنة ستسجل في تاريخ تونس أننا عشنا سنة تقريبا الدولة فيها خارج القانون، وأؤكد على هذا الوصف، أن الدولة عاشت أكثر من سنة خارج القانون، لا يوجد دستور، هرم القواعد القانونية تم قلبه، ودولة لأول مرة تقريبا تسير بمراسيم، ولا وجود لفكرة القانون، ولا وجود لفكرة الشرعية، ولا وجود لفكرة السلطات، فكرة السلطات التي تتأسس عليها الدولة الحديثة وتتأسس عليها الدولة الديمقراطية. تم تفجير هذه الفكرة تماما، وأصبحت السلطة القضائية مجرد وظيفة تابعة لرئاسة الجمهورية، جميع السلطات الإدارية مجرد وظائف تابعة لرئيس الجمهورية، السلطة التشريعية غير موجودة بالمرة، بل هي يمسك بها فرد لوحده ويضع القواعد التي يريدها. ورأينا أعجوبة كبرى ستبقى كذلك في تاريخ حتى الدولة الحديثة في العصر الحديث، وليس في تونس فقط، أن نظرية الظروف الاستثنائية يمكن أن تؤدي إلى التخلص من المنظومة القانونية وإرساء منظومة قانونية جديدة عن طريق فرد ما، ومسوغات ذلك هو الخطر الداهم. نعم، وسيأتي على ذلك، هو البارحة صدور مرسوم يعدل القانون الانتخابي السابق.